طيب انا تقريبا في مشكلة عندي في الكونكشن، مش عارف اذا كان الفيديو ده هيكمل ولا لا، بس anyways لو let's get on with it. لو حد عنده سؤال يا جماعة اكتبه بسرعة عشان نجاوب عليه قبل ما يقطع علينا. وليه اللايف بيقطع اساسا؟ أول فيور نورنا أهو، مش عارف أكمل. جات لي فكرة الكتاب إزاي؟ سؤال الحمد لله أهو، شكرا يا دينا. جات لي فكرة الكتاب إزاي؟ هي ما جاتليش فكرة الكتاب أساسا الحقيقة، لحد دلوقتي لسه ما جاتليش فكرة الكتاب. بس هو الموضوع بدأ إن أنا كنت بكتب حاجة اسمها في النص. كنت عامل بلوج وعملت فيه نوع من القصص كده، كان بيبقى حتة في النص يعني. حتى كان في يعني، هو البلوج كان عبارة عن قصة متاخد البداية بتاعتها مش موجودة والنهاية بتاعتها مش موجودة، وفي حتة في النص فيها. فهو كان كل قصة بتبقى سطرين او سطر او 3 سطور او حاجة زي كده. وبعدين في النص دي بدأت أظن 2008 البلوج. في النص دي اللي هي بعد كده بقت فاتحة الجزء التاني من الكتاب. انتوا يعني اللي قرأ الكتاب عارف ان الكتاب جزئين، حكايات بعد النوم وقصص صغيرة. ففي النص دي اتحولت بعد كده لأول مجموعة في قصص صغيرة يعني. الحبة اللي هما في الأول اللي هي لافتات، فترة، فرصة، الثالثة، قطاران، كل دي كانت نازلة في البلوك تحت عنوان في النص. ففي النص دي فضلت تكمل لحد ما في مرة كتبت قصة أكبر شوية من المعتاد. أنا لقيت إنها كبرت معايا يعني. كانت اللي هي الفراشات أول قصة في الكتاب خالص. فالفراشات دي كانت قصة ليها بداية والمفروض ان ليها نهاية يعني. فلقيت ان الفراشات دي لا ينطبق عليها موضوع في النص، لا ينطبق عليها الديسكريبشن بتاعها في النص ده. فقررت ان انا اعمل تاج جديد في المدونة او جزء جديد في المدونة اسمه حكايات بعد النوم، لان هي كانت، وده لو يعني ده ممكن يبقى سؤال تاني عن اسم الكتاب. فلو الفيديو ما قطعش ممكن اجاوب على اسم الكتاب. فالفراشات دي كانت قصة ببداية ووسط ونهاية، قصة عادية جدا. فاخترت لها يعني قسم جديد في المدونة في البلوج، سميته حكايات بعد النوم. وبقيت اكتب حاجات اللي هي في النص دي، وبقيت اكتب حكايات بعد النوم. فبقى الاتنين ماشيين. طبعا فكرة ان هما يتجمعوا في كتاب دي ما كانتش واردة، وما كانتش يعني حاجة يعني، خصوصا ان هي القصص نفسها صغيرة جدا. فهو لحد يعني كتاب اهو كام، 96 صفحة تقريبا، 95 صفحة كمان، مش 96، ما كملش 96. وفي ناس بتشتكي ان الكتاب صغير في الحجم جدا يعني. فهو فكرة ان هو يحصل يعني الحاجات دي تتجمع في الكتاب ما كانتش حاجة يعني ملحة بالنسبة لي، وهي دلوقتي مش حاجة ملحة بالنسبة لي خالص. فالموضوع بدأ ان في النص دي اللي هي بعد كده اتحولت اسمها من في النص لقصص صغيرة، وجت بعد كده حكايات بعد النوم. فبقوا الاثنين مع بعض، وخرج بقى الكتاب ده بعد مثلا، هو الكتاب طلع في 2000 او طلع لو في حد بيشوف من القاهرة في 2014. اول حاجة في الكتاب ده مكتوبة في سنة 2008، فهو طلع بعد 6 سنين تقريبا او 7 سنين من بداية الكتابة فيه. فاللي هو ما كنتش بقول يلا بقى عشان ننزل كتاب.
بس فده ده فكرة الكتاب جات لي منين. هي مش فكرة الكتاب، هي فكرة الكتابة عموما. وفكرة الكتابة جت يعني الإنسان بيقرر يكتب إمتى، ده سؤال، ده سؤال تاني ممكن نجاوب عليه برضو لو الفيديو ما قطعش. فكرة الكتابة جت منين؟ لو في كتاب تاني هيكون عن ايه؟ طيب هنجاوب على سؤال، لو في كتاب تاني هيكون عن ايه؟ هو مفيش ان شاء الله. بس هنجاوب عليه برضو، بس بعد ما نقول على فكرة الكتابة جت منين. وده سؤال صعب. لايك والله، لايك لايك. وفي بين كومنت، بين كومنت دي ليه؟ طيب يعني ده وقت طويل ما حسيتش ان يكون في حاجات مستواها اقل من باقي. طبعا طبعا في حاجات مستواها اقل من باقي. طيب نبدأ بالسؤال الاخير ده. طبعا في حاجات مستواها اقل من الباقي، وفي حاجات انا شخصيا ما بحبهاش. وليه ما فيش؟ هقول ليه ما فيش. في حاجات انا في الكتاب يعني لو اعيدت، لو اعيد الزمن وجت فرصة مثلا، لو في يوم من الايام حمل مثلا طبعة تانية او حاجة لا قدر الله، اظن ان انا هشيل حاجات كتير من كتابي. يعني اظن ان انا هشيل ما لا يقل عن 10 قصص مثلا، لان مستواها اقل من الباقي. ولان 6 سنين، يعني 6 سنين وبعد كده، بعد كده كمان من 2014 ساعه ما نزل الكتاب لحد 2017 دلوقتي، في حاجات كتير انا شخصيا مش هابروف انها، مش هوافق انها تنزل في الكتاب. مش هقول امثله يعني، بس عشان ما نبوظش البضاعه عشان نبيع. بس طبعا 6 سنين فتره طويله جدا. بس هو انا اعمل ايه يعني؟ هو انا المشكله ان انا كسلان جدا في الكتابه، والكسل ده الى حد ما عندي ما يبرره، كتير جدا ما يبرره. ممكن ناس تختلف معايا في موضوع الكسل ده، بس يعني في، انا ممكن اقنع اي حد بالكسل، فبلاش حد يناقشني في الموضوع. ليه مفيش كتاب تاني؟ ولو في كتاب تاني هيكون عن ايه؟ ليه مفيش؟ مبدئيا انا الحاجه اللي بكتبها دلوقتي، انا تقريبا بطلت اكتب قصص لسبب برضو، هو ان يعني هو الغرض من القصص، الغرض من كتابه القصص يا اما لنفسي، يا اما انا بكتب القصص لنفسي، يا اما بكتب قصص للقراء، للناس اللي هتقرا. اولا الكسل جميل لكن مش مبرر، يعني هبرره والله. القصص اللي بتتكتب للناس صعب ان الحاجة الجيدة، لو افترضنا ان اللي بكتبه ده شيء ينطبق عليه ان هو جيد، الحاجة الجيدة صعب جدا جدا توصل دلوقتي لأسباب كتير جدا، لأسباب تتعلق بالتسويق، ولأسباب تتعلق بالذوق العام، ولأسباب تتعلق بالمصالح المادية المباشرة للناشرين. فأي حاجة يعني، إذا إحنا اتفقنا إن إحنا في بقرا، سؤال عظيم جدا، بقرا كوميكس كتير أثرت على طريقتي في الكتابة، هي الكوميكس ما لحقتش تأثر على طريقتي في الكتابة. بس أنا هجاوب على السؤال ده وبعدين هرجع للكوميكس، لأن بس برافو، عرفتي منين إن أنا بقرا كوميكس. يعني لو في مجتمع زي اللي احنا فيه دلوقتي، تعالوا نتفق ان احنا في هذا المجتمع، ما قد يروج او ما قد ينجح غالبا غالبا او شكرا الله ربنا يخليك، غالبا مش هيبقى جيد. يعني الافلام اللي بتنجح دلوقتي مش جيدة، تحديدا بتكلم في مصر. يعني الكتب اللي بتنجح دلوقتي، يعني للأسف كتير جدا من العناوين اللي عمالة تعمل في طبعات كتير عناوين غير جيدة. فالكتابة للناس بهذا الشكل مش ملهاش هدف قوي الحقيقة. ده غير ان الموضوع، ان انا يعني موضوع ان حد يكتب قصص مثلا،
لان يعني اي حد بيكتب لهدف، فهو الهدف بتاعي من الكتابة هو اللي انا قلته في الفراشات في اول قصة. فلو حد قرأ اول قصة يعني هيفهم انا بكتب ليه. فهو الهدف ده مش هيتحقق قوي دلوقتي في القصص، لكن اللي ممكن اعمله في الكتابة دلوقتي، يعني انا حاليا بكتب عن السينما، يعني اللي متابع جدا جدا على جود ريدز هيلاقي ان انا بكتب مقالات في السينما، يعني زي فيلم ريفيوز كده او تعليقات على الافلام. ده الى حد ما بيخدم الغاية بتاعت الكتابة عندي اكتر دلوقتي، الى حد ما مباشر اكتر. وناس كتير جدا 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 يعني زعلت من او اتضايقت من كمية عدم المباشرة اللي موجودة في الكتاب، ان الكتاب مش يعني على رأي ناس كتير كتبت على جود ريدز، يعني انا مش هقعد بقى يعني ايه افكر انت بتفكر في ايه، يعني انا انجز. صح صح مش معنى بس مش معنى ان السوق بيروج للحاجات ذات المستوى الاقل اننا نوقف، ده مش كسل ومش مبررات، لا مش مبررات، بس هو زي ما بقول لك، يعني هو انا مش بوقف قد مني قد كوني بحول الكتابة لصيغة تانية غير القصص. القصص محتاجة بال رايق قوي، يعني هي القصص القصيرة بتجمع بين الرواية والشعر، يعني هي واخدة من الشعر الـ زي ما بيسموه التكثيف الشديد جدا جدا، اللي هو مش هكتب حرف واحد زيادة المفروض. واخدة منه الرمزية، واخدة منه عدم المباشرة، واخدة من الرواية الحكي السرد يعني. فهي محتاجة قارئ، القصة القصيرة محتاجة قارئ، قارئ مش موجود قوي. عشان كده كتب القصص القصيرة، لو نشوف السوق كده فين، ايه كتاب مثلا، يعني لو قلت لكم قولوا لي نموذج لرواية ناجحة، في كتير جدا جدا يعني اكتر من الحصر. طب قولوا لي نموذج لكتاب قصص قصيرة ناجح فين، يعني ايه الكتاب اللي طبع بقى، اللي طبع جامد يعني قصص قصيرة، ايه في فين اسمه ايه. هقرا بس التعليق ده. بس فالقصة القصيرة بشكل عام هي شيء في منتهى الروعة، وهي تقريبا الفن المفضل ليا بعد السينما والكوميكس، لكن هي ملهاش حظ. وحتى عالميا، يعني حتى عالميا القصة القصيرة مش الحاجة لا تقارن بالرواية خالص، لأن هي زي الشعر فعلا، يعني هي جمعت الرواية وجمعت الشعر مع بعض، وأحيانا جمعت الكوميكس. دينا بتقول لي الحاجة الحلوة في الكتاب إن كل واحد حس الكتاب بطريقة معينة، ممكن قوي ما يكونش المعنى اللي أنت تقصده بالظبط، فممكن إنك تناقش قصة معينة وتحكي لنا إحساسك فيها وكنت تقصد إيه. هو يعني ده من الحاجات اللي أنا، بس الأسئلة الكومنتس بتروح أو لا بتروحش، موجودة هجاوب على كل حاجة إن شاء الله. الأول ناخد ال ناخد لو في أسئلة تانية. أيوة، لو في كتاب تاني هيكون عن إيه، ده السؤال التاني. أميرة طلال، لو في كتاب تاني هيكون عن إيه، وغالبا لو في كتاب تاني يعني ممكن في المستقبل البعيد اللي الله أعلم بيه هيبقى عامل إزاي، ممكن أرجع أكتب قصص تاني. بقى أنا عندي شوية قصص لم تنشر في الكتاب اللي فات، كتبتها بعد 2014 أو كتبتها بعد ما نشر الكتاب في 2014، شوية قصص ممكن ان انا اجمعهم مع قصص تانية اكتبها على مدار ال 35 سنة الجايين وانشرهم في كتاب، ممكن معرفش ده هيحصل امتى تماما، بس ممكن يعني غالبا لو في كتاب تاني
وده شيء أشك فيه، هيبقى مقالات في السينما، والعنوان حتى بتاعه في دماغي دلوقتي، هو عنوان أحد أو إحدى المقالات اللي كتبتها. بس هو كتاب عن السينما، عن الأفلام، عن الأفلام بتخلينا نفكر إزاي وتغير إيه في تفكيرنا. ده لو في كتاب تاني هيكون عن كده. إيه تاني؟ بقرا كوميكس كتير أثرت على طريقتي في الكتابة. أنا بقرا كوميكس كتير، بس مش بقرا كوميكس من زمان قوي، يعني أنا بقرا كوميكس من أظن 2010، من 2010، لأ من زمان صدقوني، أظن من 2010 مثلا أو قبل كده بشوية، يعني أراوند 2010، فممكن 7 سنين يعني. والكوميكس استنى أوريكوا حاجة كده، بس يا رب ما أقطعش. ده الجزء بتاع الكوميكس في المكتب ده كده، دول الكوميكس اللي عندي بشكل ورقي. الإلكتروني بقى عندي يعني بتاع 200 تيرا بايت كوميكس، لو حد عايز كوميكس يعني يقول لي أظبطه. الكوميكس أثرت على حياتي في كده، يمكن يكون قراية الكوميكس لحقت آخر قصص كتبتها. يعني أنا مثلا في آخر، مش عايز أحرق يعني مش عايز، أنا ما بحبش إن أنا أفسر أي قصة من قصص الكتاب، بس لو حد قاعد دلوقتي من الثمانية اللي قاعدين معانا، لو حد خد باله من آخر قصة خالص في الكتاب، قصة الوطواط، هي بتتكلم عن إيه؟ الوطواط. يعني مش هكمل الفيديو بقى لما حد يقول لي بتتكلم عن ايه. غلطانة والله، عمرك ما قريتي كوميكس الحقيقة، غلطانة جدا طبعا. على جود ريدز هقول لك تبداي بايه. حد عارف اخر قصة؟ او هو يعني في محمد الوكيل اظن كان علق، واكتر يعني اكتر من حد علق قال لي ان هو خد باله القصه دي بتتكلم عن ايه. يعني هو انا كاتبها في الوش، حاططها في العنوان hiding in plain sight يعني. فالقصه دي متاثره بالكوميكس طبعا، يعني تماما. اخر قصه في الكتاب قصه شديده التاثر بالكوميكس، وشديده التاثر بكريستوفر نولان. بس بقية الكتاب ما اعتقدش ان الكوميكس اثرت فيه قوي، يعني ما يتهيأليش، او مش ما يتهيأليش، هو خالص الكوميكس لم تؤثر، ملحقتش يعني، ملحقتش تأثر الا على اخر قصة في الكتاب. وفي قصة، اخر قصة في حكايات بعد النوم، اخر قصة في حكايات بعد النوم اللي هي اسمها ساكورا، دي ممكن تكون مش كوميكس تماما يعني، بس ممكن يكون أثر فيها الأنمي، الجابانيز أنيميشن تحديدا، كرياتور معين قريتها من سنة فناسيها. تمام. معذورة يعني، أنا شخصيا نسيت حاجات كتير، أو نسيت الناس اللي بتتفرج من القاهرة. طيب، انا عايز يبقى لو كمل معانا الوقت هفرجكم برضو على الحاجات اللي جبتها من المعرض وعلاقتها بالكتاب بتاعي. السؤال التاني بتاع السؤال المهم جدا، ايمان وحيد، اهلا وسهلا. انا فعلا بحس ان القصة القصيرة مش واخدة حقها، مع اني بحس القصة القصيرة بتدي القارئ انه يشوف او يكمل قصة من وجهة نظره، عكس الرواية اللي بتديني كل التفاصيل والاحداث بالظبط. في ناس دايما في الافلام، وده له علاقه بالسؤال اللي انا كنت لسه هجاوب عليه دلوقتي بتاع الحاجه الحلوه في الكتاب، ان كل واحد حس الكتاب بطريقته. في ناس الديبيت اللي هو شبه محسوم بين الفيلم احلى ولا الكتاب، فالناس تقول لا الكتاب احلى طبعا، مع ان الفيلم ساعات بيبقى احلى، زي ما زي فايت كلاب مثلا. فايت كلاب باعتراف المؤلف نفسه ان الفيلم احلى من الكتاب. ولو ستانلي كوبريك عمل اي كتاب في الدنيا، الفيلم هيبقى احلى من الكتاب. يعني انا ما قريتش ذا شايننج مثلا، بس متاكد ان الفيلم احلى من الكتاب.
كام لايك لستانلي كوبريك. فالناس اللي بتقول ان الكتاب احلى من الفيلم دايما من ضمن الحجج بتاعتهم، وهي الحجج من ضمن الحجج القويه الحقيقه، ان الكتاب بيفسح للخيال مجال. يعني زي مثلا انا مثلا ذا هوبيت او لورد اوف ذا رينجز، ليه انت فرضت عليا ان ده شكل الترول او ده شكل الجوبلين او ده شكل مش عارف الاوركس او اي شيء؟ يعني انا متخيلهم حاجه تانية. كتاب تانيين زي لافكرافت فعلا فعلا صعب تحويل الكتاب لفيلم، لان هو جمال الكتاب، جمال كتابه لافكرافت مثلا، في ان هو بيسيب، وهو دايما يعني دايما هنقول دايما هنلاحظ ان هو بيقول شكل الوحش ده ما كانش ممكن يتوصف، الخوف اللي كان عندي كان الكلمات تعجز عن التعبير عن، يعني دايما هنلاحظ ان لافكرافت بيعجز عن التعبير عن حاجات معينة. فده ده الجمال في الكتابة، انها بتفسح المجال عموما للقارئ ان هو يتخيل، يفكر. الله، انمي، لا انمي مش انمي. بتسيب المجال للقارئ ان هو يشارك. واكتر حاجه بتسيب المجال بقى للقارئ ان هو يشارك القصص القصيره دي، اكتر شيء في الكتابه ممكن تسيب مجال كبير جدا للقارئ، وبالذات القصص القصيره اللي من اللي من هذه النوعيه، اللي هي بتبقى القصص القصيره الغير مباشره او غير المباشره، عشان لو معانا حد من بتوع اللغه العربيه ما يزعلش. كلمه غير لا يدخل عليها التعريف بالالف واللام، فغير المباشرة مش الغير مباشرة. فان فاكت. فالقصة لما تبقى المعنى فيها مش واضح تماما، مش في الوش كده، مش القصة دي عن التعددية، يعني مش حاطاه في وشك كده، لا انا هكتب قصة واسيبك براحتك تفكر في معناها، فانت كده بتكتب معايا. فهو الكتاب ده فعلا فعلا، وعندي من التجارب ما يثبت ذلك، هو الكتاب ده فعلا تجربة مشتركة تماما بين الكاتب والقارئ. كل نسخة من الكتاب، انا في نسخة من الكتاب عايز استعيدها من حد، بس فكروني. كل نسخة من الكتاب ده بتحمل، يعني بتحمل نكهة القارئ بتاعها. يعني هي مش كده وبس، يعني هي دي نسختي، فهي النسخة الأصلية طبعا. نسختك أنت هتبقى بفهمك أنت الخاص، تعني أشياء مختلفة، قد تكون مختلفة بالكلية عن اللي أنا كنت أقصده. ونسخة فلان ونسخة علان، كل واحد نسخته بتاعته هو، مش زي الرواية. الرواية نسختك نسخة رواية من مع ألف مع ب مع جيم، هي نفس الرواية. القصة القصيرة هي نسختك أنت، بتحمل شخصيتك أنت، بتحمل قراءتك أنت. إيه تاني؟ الجزء التاني من السؤال بتاع إن أنا أناقش قصة معينة واحكي لكم احساسي فيها وكنت اقصد ايه، ديفينتلي ما عنديش اي مشكله، بس حد يسال على قصه معينه، لو حد سال على قصه معينه هجاوبه. منى عاشور، اكتر قصه في الكتاب احب انها تتعمل فيلم انيميشن وليه؟ هو انا يعني انا وانا ده الحاجه بقى اللي هو، لا اجابه على سؤال انت ليه بتكتب، احد الحاجات اللي فعلا خلتني اكتب ان انا من زمان جدا بحب الشورت انيميشنز، الافلام المتحركه القصيره. فانا وانا بكتب معظم حكايات بعد النوم انا كنت متخيلها قدامي شورت انيميشن، يعني كل الحاجات دي انا متخيلها شورت انيميشنز. يعني مثلا وده على سبيل المثال، لا الحصر، أصفر مثلا، قصة أصفر
انا متخيلها شورت انيميشن جدا. قصة ورد وياسمين انا متخيلها شورت انيميشن جدا. قصة عقارب شورت انيميشن تماما. السنجاب شورت انيميشن، الحبار شورت انيميشن، حتى الولد والبحر شورت انيميشن، نجمة بحر شورت انيميشن جدا. ساكورا يعني ساكورا شورت انيميشن وانا كاتبها وفي دماغي المنظر. فمعظم قصص النص الاول من الكتاب قابلة تماما تماما للتحويل الى شورت انيميشن، ولكن ده ما حصلش لحد دلوقتي لسه للاسف، مع ان في ناس كتير يعني، في اكتر مره قابل حد وكان بيشتغل يعني يقول لي ان هو بيشتغل انيميشن، واقول له ان الكتاب ده لو موجود يعني لو عايز تعمل اي حاجه، لحد دلوقتي لم يتم التوفيق، مما يذكرني باحمد خالد توفيق برضه. هو طول عمره نفسه يكتب سينما، وده هو نفسه قال ان ده يعني يمكن اهم ما عندي من الكتابه العاديه، ان انا احس ان انا الكتابه بتاعتي اتحولت لسينما. لحد دلوقتي يعني شوفوا، اتعمل مثلا مسلسل ابواب الخوف اللي هو توتالي احمد خالد توفيق، وما اتعملش حاجه من بتاعته نفسها. يعني بيقال ان ما وراء الطبيعه هتتعمل مسلسل او حاجه، يعني بيقال ذلك، بس ما اعرفش ده مدى صحته ايه. يا في لسه لايك طايره كده قدام الفيديو. انا بشوف الناس بتعمل لايف فيديوز بتبقى فيه قلوب ونجوم ودباديب وحاجات، بس انا للاسف الحاجات اللي بتطير قليله. هو ده بقى اللي بنتكلم عليه، في ليه ما بتكتبش؟ عشان الحاجات ما بتطيرش. مفيش حاجه بتطير في الفيديو. لو في حاجه بتطير في الفيديو فعلا هفكر انزل كتاب تاني، بس ما مفيش. ايه تاني؟ الكوميكس، نتكلم تاني عن الكوميكس. ايوه، شكرا 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 بجد، شكرا شكرا شكرا. ايوه كده يا جماعه، ايوه كده يا جماعه. هنتصدم ليه لو اتعملت مسلسل؟ ليه بس؟ رفعت اسماعيل الجميل، هو زي ما بنقول في دايما حاجات. ايه ده؟ قلوب قلوب، شكرا. في دايما مسلسلات او افلام بتتعمل، يعني مش ممكن تبقى زي مثال شايننج ومثال فايت كلاب، مش ممكن كانت توصل للروعة دي اذا لم تتحول الى فيلم. انت هتخليني ارجع ابص على المجموعه تاني؟ ارجوك ارجعي بصي على المجموعه تاني. انا بالمناسبه في ناس يعني في كومنت جاء على جود ريدز ان حد قراها 5 مرات، وفي اعرف ناس كتير قريتها 3 مرات، وناس كتير قريتها مرتين. فدي احسن حاجه ممكن اقراها، يعني دي اكتر حاجه بتسعدني ان انا اقراها في كومنت، ان انا قريت الكتاب مره كمان، انا قريت الكتاب 3 مرات. دي اكتر حاجه الحقيقه بتبسطني، ان حد يقرر، لان انا شخصيا انا عمري ما قريت كتاب مرتين مثلا الا للاسف، يعني دي حاجه انا غير فخور بيها. عمري ما قريت كتاب مرتين الا استثناءات مع يعني محدوده للغايه. فالناس اللي بتقولي ان انا قريت الكتاب اكتر من مره، انا ببقى متشكر جدا ليهم يعني. انا كده داخلين في نص ساعه، ما زهقتكم غالبا. انا هجاوب على الاسئله الموجوده لحد ما الاسئله تخلص يعني، وبعدين اللي عايز يروح يتغدى، لان بعد غدا يا جماعه مش كده يعني. انا لسه فاطر قبل ما اجي لكم، فانا قاعد يعني، اللي عايز يروح يتغدى يتفضل ويرجع تاني. انا 5. شكرا شكرا. انا ما قلتوش 5 مرات والله. محدش هيقدر يجسد الصوره اللي في خيال رفعت اسماعيل. لا، ليه حد يعني؟ ممكن احمد خالد توفيق نفسه يجسد الصوره اللي في خيالك رفعت اسماعيل، وممكن مين، ما في ناس بتقول رشوان توفيق عشان مش عارف ايه الشكل وبتاع. لا طبعا مش رشوان توفيق خالص.
مش عارف مين ممكن يجسده، بس لو ممثلين مصريين صعب شوية فعلا. مين ممثلين مصريين ممكن يعملوا رفعت اسماعيل؟ مش عارف. ولو ممثلين عالميين مين ممكن يعمل رفعت اسماعيل؟ لاري ديفيد طبعا يعني. لاري ديفيد هيتفوق على رفعت اسماعيل. لاري ديفيد هيخلي رفعت اسماعيل اللي احنا نعرفه ده ممل كالجحيم. حلو والله، اول مره افكر انه ممكن يعمل رفعت اسماعيل فعلا. ايه نوع الكتب لاري ديفيد طبعا. ايه نوع الكتب اللي ممكن اللي رشحها لحد يخلي ابنه او بنته يقراها علشان تخلي خياله يزيد، لان الكتابات دلوقتي بتخلي التفكير او الخيال يتحجم. مبدئيا ارشح اي حد عنده ابن او بنت ما يتفرجش على ديزني مبدئيا علشان تحجيم الخيال. يعني متهيألي ايمان لاري شبه رفعت اسماعيل شويه، لاري شبه رفعت اسماعيل جدا وشكلا وخلقا وكل شيء. ايمان سالتني يعني او اتكلمنا في الموضوع بتاع ديزني ده قبل كده، وبرضو اللي متابع جدا، اي حد متابع جدا هيبقى عارف ان انا عندي طار شخصي مع والت ديزني وشركته اللعينه. ف ابعدوا عن ديزني. اللي عايز ابنه وبنته يقرا عشان خياله يزيد وما يبقاش خياله متحجم يبعدوا عن ديزني. يخليه يقرا ايه؟ يخليه يقرا هانز كريستيان اندرسون. ثانيه واحده، هحول الكاميرا كده عشان هطلع في المكتبه، هطلع فوق اجيب حاجه. الكاميرا كده برضه عشان ايه ما تشوفونيش وانا طالع فوق الكنبه كده، مش منظر. هو انا مش عندي ولا ايه؟ فين؟ لا هي عندي اكيد. ايوه يا رب ما اكونش ظهرت وانا طالع على الكنبه كده. اللي عايز ابنه مبدئيا، ده جبته من معرض كتاب، مش عارف ده جبته من معرض كتاب، ايه رايكم؟ دي بقى الكتب اللي ما بتحجمش الخيال. ومفاجأة ما عدا ايه ده، انا شايفينه، ايه رأيكم؟ كان في معرض كتاب في السور الأزبكية والله. الديناصور الذي تغوط كوكبا. شايفين يا جماعة؟ الكتب بقى اللي ما بتحجمش خيال الأطفال. الكتاب ده، هذا الكتاب، لولا هذا الكتاب يعني حكاية أوسكار وايلد ترجمة أحمد خالد توفيق، روايات عالمية الجيب، العدد 44 خلاص. لولا الكتاب ده أنا ما أنا شخصيا معرفش كنت هبقى أنا بيرسونالي كشخصيتي عامله ازاي، يعني لان الكتاب ده اثر في شخصيتي اثر لا اتخيله. وانا قريته مثلا وانا صغير، ممكن في اعدادي في ثانوي يعني، في حاجه كده، حكايه اوسكار وايلد، القصه القصيره بتاعت اوسكار وايلد. لولا قصه الامير السعيد يمكن كنت هبقى شخص مختلف. لولا القصه دي تحديدا، لولا قصة العملاق الأناني. وأنا بقى أنا بقول الكلام ده من غير ما أشوف العناوين على فكرة، يعني أنا فاكرهم. أنا قريت الكتاب ده مثلا، على سيرة الكتب اللي قريتها أكتر مرة، قريت الكتاب ده مثلا 5 مرات أو 4 مرات. أسامي القصص دي مش ناسيها،
محتوى القصص دي لا ينسى. يعني العملاق الأناني والأمير السعيد، جربوا تقروهم للأولاد الصغيرين، يعني جربوا حكاية أوسكار وايلد، جربوا ده اللي طلعت جبته فوق من المكتبة، باين كده. عايز ايه؟ المشكلة ان الكاميرا عكس اليمين شمال وشمال يمين. هانز كريستيان اندرسن، الحكايات الخيالية الكاملة، طبعا له اكتر من ترجمة، له ترجمات كتير جدا. دي نسخة كمان، نسخة عظيمة في حاجة انها illustrated. هوريكوا نسخة illustrated. الكاميرا عمالة تعكس. لسه قاري الأمير سعيد الأسبوع اللي فات. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ دي الحاجات اللي نقراها للأطفال. هانز كريستيان أندرسون كده، معلش، كتاب كبير زي ما احنا شايفين كده، ضخم، كام صفحة؟ 1182 صفحة. الأعمال الخيالية الكاملة. قصة ولاكي لوك، لاكي لوك، وانا ده زي الفل اهو، يعني زي الفل اهو. دي محل ديبيت طبعا، بس قصة المكتبة الخضراء كانت كويسة جدا. والكبار طبعا، القصة دي للأطفال والكبار. قصة المكتبة الخضراء انا فاكر منها قصة تكاد تكون احد اسباب، يعني قصة اسمها الفأرة البيضاء، دي احد اسباب ان الواحد بقى تويستد كده. قصة الفأرة البيضاء، اللي عنده المكتبة الخضراء قصة العدد بتاع الفأرة البيضاء ما يقراهوش لأطفال صغيرين يا جماعة، عشان هيكبروا ويحبوا أفلام الرعب وهيبقى حياتهم صعبة. مثلا من ضمن الحاجات بتاعت الأطفال، على سيرة الحاجات اللي نقراها للأطفال، بصوا كده، ده كان في المعرض، مش هتتخيلوا الموضوع جميل ازاي. يعني ده كان في معرض الكتاب في الجزء بتاع ايطاليا، اللي ايطاليا كانت ضيف الشرف فيه لاكيلي. ده عبارة عن كروت بتاعت قصة ريد رايدنج هود، ومن ورا الكروت دي بتشكل الصورة دي، يعني الكروت ورا بعضها بتعمل الصورة دي، شايفين؟ انا جبت منهم قصة سفينة نوح، وجبت قصة عقلة الاصبع، وهم كلهم قصص مكتوبة على فلاش كاردز كده. يا كاميرا اهي، مش عارف باينة كويس ولا لا، وكلهم من ورا بيعملوا زي بازل او لوحة، ممكن بعد ما تخلص القصة تحطها تحت الإزازة بتاعة السفرة ولا حاجة. فدي حاجات من الحاجات اللي تتقرأ للأطفال. خلاص، دي حاجات كلها. بمناسبة حاجات الأطفال، إيطاليا برضو، إيطاليا عملت جناح إيطاليا عمل سلسلة الكتب دي كلها هارد كوفر. خلاص، وزي ما احنا شايفين كده مرسومة برسومات رائعة من جوه، باين. عملت سلسلة 36 كتاب تقريبا، الكتاب منهم ب5 جنيه. لو حد عايز يشتري بقى البطريق، سلسلة كلها عن الحيوانات. بصوا جمال الرسم، بصوا جمال الرسم اللي في البتاع، بصوا الجمال، كل واحدة من دول لوحة. يعني أنا اشتريت الكتب دي كلها، يعني رحت اشتريت ال 36 كتاب، بما إن الكتاب ب5 جنيه. يعني على سيرة المعرض بتاعنا بتاع اسكندرية، أيوه، المعرض بتاعنا بتاع اسكندرية اللي خلص. فلو كنا عملنا الفيديو ده قبل ما المعرض يخلص، كان في حاجات كتير هتختلف. بس
بس هو كان جناح ايطاليا واضح يعني، كان في الخيمه اللي هي على لا انا بحب اقتني الكتب دي، ما عنديش اطفال يعني، انا نفسي بقرا الكتب دي. ف اللي كان في معرض، بتاع ايطاليا، في خيمه، الخيمه اللي هي على البلازا بتاعت المكتبه نفسها، في الوش كده اول ما تدخلي من ال بس this is too late I'm sorry. بس لو حبيتي تستلفي اي واحد منهم هما عندي. الكتاب ده لقيته دار مش عارف اشاور، دار رادوغا السوفيتية العظيمة العظيمة، لقيته في دار اسمها دار رسلان، دار رسلان داش علاء الدين سلاش علاء الدين. بصوا من جوه يعني، بص بقى، دي صفحة الصفحة اللي بتبقى فيها كرتون، الصفحة اللي بيبقى فيها ورق، ده بطانة الهارد كفر عاملة كده، وصفحة الظهر عاملة كده. دي صفحات الغلاف والظهر، دي صفحة العنوان بتاع الكتاب. دول روايتين، قصيرتين في كتاب من حوالي 400 صفحة، 430 صفحة، مش للأطفال يعني، للنشء يعني، young people، للشباب اللي مثلا في ابتدائي أو في إعدادي. دي الرواية التانية. خلاص، ممكن ألاقي الحاجات دي فين دلوقتي؟ في سور الأزبكية، في شارع نبي دانيال، ممكن في معرض كتاب السنة الجاية لما دار رسلان تبقى نازلة إن شاء الله. في كتاب بالمناسبة عايز أوريه لكم، بس برضه هطلع طالع فوق كده نحو الكاميرا. للأسف الكتاب ده عمالة حالته تسوء، مش لا ليه ما مش عارف، انا في مشكلة ان انا ما بقولش يعني، دي مشكلة عامة بشكل عام، انا ما بقولش. بس انا يعني انا بقرا على جود ريدز، ويعني الحتة اكتر حتة بقول فيها معرض المكتبة مش كوتا، مكتبة كوتا، ما هو المعرض الاثنين، المعرض كان في المكتبة كوتا، اكتر حتة بقول فيها جود ريدز. انا ما بقولش هنا خالص، ما بقولش اي حاجه هنا، دي اول حاجه هنا اقولها على فيسبوك. بصوا ده غلاف كتاب، الكتاب ده اشتريته من معرض، للاسف الشديد حالته عماله تسوء مني. ده الغلاف الخلفي، اشتريته من معرض كتاب في نفس الدار بالمناسبه، دار رادوغا موسكو. الحاجات دي طلعت في الثمانينات اظن، والكتب دي بتاعت دار رادوغا ودار مير ودار التقدم والدور دي كلها كانت السبب، كان ابويا الله يكرمه يا رب كان بيجيب لي الكتب دي، ودي السبب برضو في لو انا بشخصية معينة دلوقتي، فهي الكتب دي هي السبب في هذه الشخصية. ممكن لو في فيديو تاني ان شاء الله هقرا لكم قصة من الكتاب ده، و يعني خليها الفيديو تاني، لو حصل وكررنا هذه التجربة الظريفة. انتوا مبسوطين من التجربة الظريفة ولا مش مبسوطين؟ انا شخصيا ما مبسوط الحقيقة يعني، جالي أسئلة احلى مما اتوقع. لايكس، شكرا قلب، شكرا بحبكم، انتوا جمهوري وكده اهو. الامير السعيد،
الأمير السعيد. في مرة من المرات برضو ممكن مع المرة اللي هقرا فيها دي هقرا فيها برضو الأمير السعيد بتاعت أوسكار وايلد. ممكن نعمل فيديو منفصل للقراءات، القراءات المسرحية، قراءات قصصية، أقرأ لكم فيه قصص غالبا ما سمعتوش عنها. ايه تاني؟ اعمله جلاد شفاف. عندك حد تعرفي حد يعمله جلاد شفاف؟ لان يعني هو من هنا، هو من هنا اصبح مهترئا للغاية من هنا الحتة دي، و للأسف الحتة دي كمان. هو بقى مش لطيف. انا طولت عليكم جدا كده، انا بقالي ساعة الا ربع. فكده كتير. طيب اذا مفيش اسئلة تانية ممكن نخلص الفيديو دلوقتي، واذا حابين ممكن نعمل فيديو تاني. يعني لو حد عنده اي اسئلة، اي تعليقات اخرى يعني قبل ما نقفل الفيديو فليتفضل. لو حد حاسس ان انا ما جاوبتش على سؤال، بغض النظر انك عرفت الكتب دي بعد ما المعرض خلص، جود ريدز يعني، جود ريدز. لو في اي اسئلة اخرى فلتتفضلوا. طب اكلمكم على واكمل الساعة، اقفل الساعة، بس مش عايزين نكسر الساعة عشان ممكن ندفع أكتر. الولد والبحر. شكرا يا إيمان، ربنا يخليكي. أنا كمان عجبني والله، يعني عايز أعمل منه لقاء الجمعة الأسبوع. الولد والبحر، وأنا ممكن أقرأ لكم الولد والبحر. How about that؟ لو في تعليقات علقولي عليها، لو مفيش تعليقات هنكتفي بالقراءة عشان الساعة. طيب، هي الولد والبحر. بتقول: كان الولد ذو البشرة المائلة قليلا إلى الزرقاء، يذهب إلى المدرسة الصغيرة القريبة من البحر، وكان يرى أن أيام المدرسة كلها متشابهة إلا اليوم الأول واليوم الأخير، وذلك اليوم الذي حكى فيه المدرس للأولاد حكاية العجوز والبحر. ريفرنس. كان في تلك الحكاية شيئا، كان في تلك الحكاية شيء جعله غير قادر على الكلام. مع ذلك فقد بدأ باقي الأولاد في الكلام فور انتهاء المدرس. قال الولد ذو النظارة: هذه قصة جيدة، فبها الكثير من الكلمات الجديدة التي لم أكن أعرفها. وقال الولد ذهبي الشعر: كان للعجوز قارب واحد، وأنا سيصير لي كل القوارب في العالم لأصطاد كل السمك في كل البحار. صاحت البنت ذات الحذاء الأحمر اللامع: لكنني لا أحب السمك. وسألت البنت ذات الثوب الرمادي: هل هي قصة خيالية أم أنها حدثت فعلا؟ أبي يقول إن الخيال كذب، وأنه لا يجب أن نصغي إلا لما يحدث في الواقع. وأضاف الولد الضخم: ولا يجب أن نصغي إلى الحكايات المملة كذلك، لم أسمع في حياتي قصة أقل إثارة من تلك. مفيش أحداث. واستمر الأولاد في الكلام إلى نهاية اليوم، لكنه لم يقل أي شيء حتى بعد أن انتهى اليوم ومضى عائدا إلى بيته الصغير. لم يتكلم، فقط كان يمشي بجوار البحر ويتأمله في صمت. فكر في أن ذلك البحر لم تكن له زرقة البحار التي يراها في الصور، بل كان رائقا شفافا إلى درجة أنه كان يستطيع تمييز ألوان حبات الرمال المختلفة النائمة على القاع. منذ متى يا ترى ترقد حبات الرمال ها هنا؟ وهل كانت دوما على هذا الشكل؟ وهل ستصير كذلك إلى الأبد؟ لماذا لا تتقدم الرمال في العمر مثلنا؟ وهل ستظل هذه الحبات هنا إلى أن أصير عجوزا كالرجل في الحكاية؟
هكذا فكر الولد وهو ينظر في المياه التي لم يكدر استواء سطحها سوى بضع قطرات من دموعه تساقطت دون أن يدري. في الأيام التالية كان الجميع حتى المدرس قد نسوا كل شيء عن القصة، لكن الولد كان يذكرها في كل يوم في طريق ذهابه وفي طريق عودته، يتمهل قليلا ليتأمل البحر وتسافر عيناه إلى أماكن لم يرها قط، فتتساقط دموعه لتلتحم بالبحر إلى الأبد. وتمر السنوات وتتغير ملامح الناس والأرواح والأماكن، لكن شيوخ البلدة يقولون إن الولد لم يفقد ارتباطه بالبحر قط، ولم يغير البحر من لون بشرته المائل إلى الزرقاء، بل إنهم يزعمون، ولا أحد يعرف السبب يقينا، أن لون البحر هو الذي تغير حتى صار أكثر زرقاء من كل البحار التي رأوها في الصور. دي القصة. لو حد عنده تعليق على القصة أو سؤال عن القصة ممكن فليتفضل. مشاريعي الجاية، مروان متأخر، كلمنا من شوية إن مفيش مشاريع جاية إن شاء الله، وإن هو ده مشروعي الجاية، هو إن أنا عامل فيديو، ده مشروع أهو، ده يعتبر مشروع يعني سمول بيزنس انتربرينورشيب. مروه الاتربي، اي مكتبه هات جلاد شفاف بيبقى بيتلزق كده. اه، ما انا يعني هو موجود اكيد، بس المشكله ان انا في الحرف اليدويه دي مش ما عنديش موهبه خالص للاسف. هو انا جدا تجربه جميله، شكرا. انا كمان شايفها تجربه جميله، الحمد لله. مبسوط ان الناس اللي اتبسطت هنا اتبسطت، وانا شخصيا اتبسطت. لو خلصنا كده فانا هخلص لو مفيش أي أسئلة تانية، وممكن نكرر هذا الموضوع ونلتقي على خير في مرات جاية إن شاء الله. بس محدش عايز حاجة يا جماعة؟ حاضر، هبكررها وأعمل فيديو تاني ممكن الجمعة الجاية نفس الميعاد. ممكن انتوا بقى اللي تختاروا الموضوع، يعني ممكن نقضيها كوميكس مرة، نقضيها أطفال بس، كتب أطفال بس مرة، ممكن نتكلم على ده. بس ممكن نتكلم على كتب زي ما عملنا، يعني أنا عملت مرة فيديو بس ما كانش لايف، عن كتاب الضرر الاجتماعي، ده كتاب في العلوم الإنسانية، حاجة تانية خالص غير الكلام ده. وممكن أكلمكم على باتمان، ممكن أكلمكم على باتمان. باتمان بقى هيقول لكم باي باي. بإيدك دي، بإيدك اليمين يا باتمان، باي باي، أشوفكم بعدين. شكرا للناس اللي ضيعت ساعة من وقتها، وأشوفكم الجمعة الجاية بقى لو كان في نصيب. إيدي مش جاية في المنزل. السلام عليكم.